الحاج عبد الله. ازيك يا معالي الاستاذ سامح؟ الحمد لله يا حاج عبد الله. احنا معانا مشكله، اكبر مشكله في الوادي الجديد بالنسبه للفلاحين الصغيرين واضعين اليد. قول لي ايه الموضوع. الموضوع ان الارض دي انا معايا هناك 20 فدان حصر زراعي من 2006، تمام، وفوق علو البحر ارضي 130 فدان رفعتهم مزاد. المحافظ قال لي يجوز المزاد اقل من 200 فدان ادخلوا تقنين وضع اليد على الطبيعه. ايوه. دخلت تقنين وضع اليد في 25/9/2018. انا سامع حضرتك فقول لي عشان الوقت بيخلص. ودفعت الخرائط المساحيه النهارده، بقول انت واخد الارض تعدي بعد ما دقت لها بير وصلحت الارض. انت ارجع لها للمزاد تاني، عشان ارجع للمزاد تاني النهارده يعمل ب 90,000 جنيه ويحصل فيها مشاكل ومجازي. انت معاك ايه اللي يثبت ان الارض دي بتاعتك؟ معايا ما يثبت ملف التقليل وضع اليد على الطبيعه والحصر الزراعي اللي زرع فيها من قبل 2006. من قبل 2006. تمام، انت قابلت مين في الهيئه يا حاج؟ نعم؟ قابلت مين؟ رحت لمين؟ رحت لجميع الجهات. وعملت شكاوى للسيد المحافظ ورئيس مجلس المدينه، ما حدش حللني الا المهندس عبد الحكيم الجبالي، وطلع ما طولش عندنا في الفرافره اكتر من اسبوعين. بعد ما كتر علي الازاله وقفت. النهارده المجلس المحلي في الكفاح عامل لي تعدي تاني النهارده على الارض. هي مساحتها قد ايه؟ مساحتها 130 فدان. ما شاء الله. 130 فدان. ودافع ملف التقنين 18,000 جنيه، والخرائط المساحيه 16,000 جنيه ونص. وفي الاخر قالوا لك دي مش بتاعتك. بيقولوا لي الارض دي واخدها تعدي بعد ما دقت لها البير وزرعتها وزرع النهارده. طالبين منك كام في الفدان؟ نعم؟ طالبين منك كام عشان تقنين الفدان؟ ما التقنين طبعا المساحه العسكريه طلعت المساحه العسكريه اللي هتحدي. لسه ما قالولكش عايزين كام في الفدان؟ لسه ما قالوش، هو مطلوب 25% واحنا مستعديين. طب انت المشكله فين؟ ما انت دلوقتي انت منتظر ان هم يقننوا يحددوا السعر. يحددوا السعر، بيعملوا لي محاضر ازاله النهارده عشان يزيلوا البير. لا، وهي محاضر الازاله احنا هنشوف على اي اساس، لان انت النهارده يعني لو في بناء على ارض زراعيه ما كده كده هيتشال. تمام. هي ارض زراعيه ولا ارض بناء ولا ايه؟ وبعدين انت ارض زراعيه. طيب ما هو لو عليها زراعية. تعدي انت دلوقتي انت بتتكلم في حاجه ملهاش دعوه بالتقنين. انت بتتكلم ان انا لو دي لو ملكك وانت باني عليها ما هيتعمل لك محضر برضو. النقطه الثانيه انا سمعتك 130 فدان هم فعلا وضع يد، لان انت لسه ما قننتش وضعك. انت اشتغلت وصلحت وعملت بير وصرفت، الله ينور عليك، يعني راجل اشتغل فعلا، بس لسه في جزئيه التقنين. فانت تتابع مع اللجان هيسعروا بكام، وانت عارف المعلومات، بتقول لي قالوا هياخدوا مننا المعلومات ال 25%. طيب يبقى انت ما عندكش مشكله رايح. انت بس الموضوع ان انت بتكلمني علشان المحاضر اللي بتتعمل بتاعه البيت، لان هو مبني على ارض زراعيه. بشكرك.